شعبان الراوي تاجر قماش كبير، زلمة صاحب كيف وبيحب الوجه الحسن ومحل سهره معروف. نحن شاكين انه بيتعامل مع الجيش الحر وبيمول اكتر من كتيبة ومجموعة. بدنا باسلوبك الحلو تزبطي وتسربي له المعلومة اللي رح قلك اياها. كالوكي دنيا هي دين بانوكي كانو يسي دنيا هي دين مانوكي كانو يسي. الله حيو الأبو محمد، والله شو صار أحلى دحنون. بارح كنت شايفه كخة وما بيسوى. الله يسلم لك يا الله يخلي لك ولادك ويحفظهم، بس ما في مشكلة، دحنون قلبه كبير وبيسامع. تعرف لك سلوك، أنا يعني شوي اليوم روقت من الغلة اللي جمعتها بتطلع الناس على بيوته والغلة اللي جابوها الأولاد، يعني سكجنا حالنا شوي وعملنا طبخة من قريبه. شو ترك حماد، ما قلت لك دبارك عندي؟ هاي حركة الأسانسير شغلة حلال وبيجيها من وراها رزقة طيبة. بس بدي اشتغل يا سلوك، بدي شغلة ثابتة تجيب لي واريت. روق أبو حمى روق، لا تضوج، دبر حالك بهي لبين ما نلاقي شغلة تانية. ماشي؟ ماشي. بس هلا أنا إلي عندك مصلحة. مرني إلك ولا للذئب؟ خس الذئب. بدي أوصل مشوار شي ساعتين زمان، بتدير بالك على الدحنون وبتدلله. الدحنون بعيوني أبو حمى، ورحمة أمي ورحمة أمي ورحمة أمي، كرامته مثل كرامتي وأعز. لهلك سرور، الدحنون بأيدي أمينة. ناولني راسك. منقول سلام عليكم. الله معك، مع السلامة. لا لا دحنون لا، شو بهك؟ جاي اسألك شلونك؟ بس لو بتعرف قديشك عزيز وغالي على صاحبك. كتير سرور بيحبك يا دحنون، كتير بيحبك. يعني بفهم من كلامك مانك ناوي تتجوزها نظامي؟ لك والله مالي عارفان شو بدي ساوي. وقت اللي تركتني وراحت اتجوزت لو كنت رح جن. بتصدق انه يوم عرسها كنت رايح خرطشها هي وجوزها؟ هلا لما صارت الي فتنا بالحيط. والله مالي عارفان شو بدي ساوي. رح شي ابو زيك؟ لوين رايح لعندها؟ لك ايش بيعرفني؟ سلام. الله معه. مهون ان شاء الله. نعيمة. الله ينعم عليكي مامي. شو وين كنتي اليوم مامي؟ وين بدي كون يعني؟ المعهد. كيف المعهد؟ منيح. شفتي البابا اليوم؟ لا ما شفت البابا، بس حكينا. وكيفه؟ ان شاء الله مبسوط. بجنن، بيطير العقل. هو من ناحية بجنن، فبجنن بلد. أمه ما بتطيقه. لا تحكي عن بابي هيك، عن جد بيطير العقل. ايه طولي بالك، ما حكينا شي عن السيد كمال بيك، بس الله يرحم. بتعرفي شو مامي؟ أنا رح أتركك تكفي الحديث لحالك، لأنه أنا تعبانة لازم فوت.
جاي نتحمى بس شكله وشي مو خير عليك. وشك طفى الكهرباء شرف. لا تخاف لا تخاف محلولة. ضل حامل شمال. حاكم الأيام الشمع يا صاحبي صار مثل الهوية. لازم ضل معك وين ما رحت، ما بتعرف التقنين بأي لحظة بيكبس. شلون خالتي؟ منيحة تسلم عليك. ده بطل كذب. ايمتك بطلوا الكذب انت؟ لك هي مو معترفة من الأساس اني ابن اختها حتى تسلم علي. وابوك شلونه؟ مانو منيح وما بيسلم عليك، منيح هيك؟ شو جايب معك بالكيس؟ غسيل يعني انواعي مشان تغسل لي اياه. طيب ماشي. بس اغسل ببقى مرق لك يا هون، مثل العادة يعني. بتعرف فخش الباب؟ لك انت الوحيد اللي معترف فيني من عيلة كلياتها، والباقي كله مستعر مني وما حاسبني عايش من أساسه. شو هالحكي لك سرور؟ عيب عليك، لك نحن في بيننا عشرة، شو جاب هالسيرة هلا؟ لك ما في شيء، بس هيك هلا انتبهت إنه أنت الوحيد اللي من عيلة أمي اللي بيقول لي مرحبا، وأنت الوحيد اللي مطمنش إني ابن حرام، مو عارف لي أب. وانه امي جابت العيب على العيلة. العيب اللي هو انا يعني. لك عيب عليك. عيب عليك. هلا جاي تحكي هالحكي، لك نحن في بيننا عشرة. لك اطلع من هالبوابة. لما كنا رفقات نحن اولاد صغار، كنت حسبتني ابن حرام مثلك مثل غيرك. لا يا سيدي مو صحيح. هلا خالتي الله يرحمها خبصت كثير بحياتها بس ما بيجوز عليها غير الرحمة. والعيلة كلياتهم اخذين منك موقف، هذا مو ذنبك ذنبهم، وصرنا حاكين بالقصة فوق ال100 مرة انه هذا الموضوع يتسكر وما بقى ينفتح، ليش عم تفتحه؟ يعني ما في شيء بس هيك اسودت الدنيا بوشي. تذكرت الابو المعتم اللي عاشت فيه امي سنتين من دون ما حدا يدق بابا، وماتت من دون عزل لجنازة. بتعرف شو كابس على بالي؟ شتي يكون عايش ببيت انا وامي وابي. يقوم أبي من الصبيل بده يدي حاجة، يشوف الغرفة مضواية ويفوت يلاقيها كلها دخان، ويكتشف إني عم دخن، يقوم يكبسني نقفة الدين قتلي، صوتي توصل لراس الحارة، هو يضرب وأنا أقول له إيدي بزنارك بسرور، إيدي بزنارك آخر مرة بعملها، آخر مرة والله ما عاد عيدها، يروح ينام، يرجع بعد ساعة على الغرفة. يلاقيني متكشف ويغطيني ويقدعني بوسع على جبيني اللي وجعتك يا بيه، وامي تكون واقفة ورا. خلصنا بقى خلصنا بقى لك سرور. خالتي ماتت والله يرحمها. ما قلت لي شلون الدحنون؟ دحنون؟ بقى دحنون ملك الدحنون وبعده لا لا. لك شغلة وما بتزعل عن جد. يا سيدي قديش رح تدي غالي علي؟ هيك الدحنون غالي علي. الله يعز قدرك. شو بسطتي قطة؟ إذا أنا قطة أنت شو؟ فارق؟ حرام عليك، أنا قطقوطة صغيرة. مياو. إيه دخيل القطط لأجلك، إيه. قلت لي مشغلك بأول الغوطة ما هيك؟ بس والله تعطرنا هنيك بالزور ماشي الشغل. يلا هانت الشباب رح يخلصوها عن قريب، عم يحضروا لحملة عسكرية كبيرة كتير، خلص بدهم يحسموا كل شيء. هيدي إشاعة سمعناها مليون مرة ما عاد نعرف مين بنصدق. لا هذا كلام نظامي وأكيد ضابط مهم كتير حكالي اياه وهو سكران، وقال لي انه عم تصير تجهيزات كبيرة كتير، وحتى رح يسحبوا العساكر الموجودين من جهة اللي بتقابل المعامل مشان يهجموا بهاليومين. بس هذا الشيء عم يصير بمنتهى السرية مشان المفاجأة يعني. ما بعرف انا هيك خبرني الضابط. ها انا ما دخلني. ايوه تكسبتي يصطفلو، نحن ما دخلنا. قولتك نحن ما دخلنا. دخيله هيك دخيلك انا. تعي لقلك تعي.